يا صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا، ان شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل شيء حلو وكل شيء بتتمنوه يتحقق يا رب. بدي صبح على نرمين. صباحو نرمين، يسعد صباحك ليا، كيفك اليوم؟ صباحك مشتاقة. وانت؟ انا منيحة الحمد لله. صباح الخير لك ولكل مشاهدينا، يوم جديد ونهار جديد، ان شاء الله يا رب يحملكم كل الخير والرزق، واهم شيء الا دفى بهذا الطقس البارد، عم يقولوا اخر منخفض ان شاء الله. قلتي لي الاسبوع الجاي للجمعه اساس، يعني بنقول كم يوم وبتخلص موجة هالبرد. ضيوفنا لليوم وفقراتنا متنوعة ورح نتعرف عليها تباعا، ومنروح بالبداية على العناوين. على العناوين. الاكتئاب واضطراب اختلال المزاج عند الأطفال والمراهقين أولى عناوين. الشركة السورية للحرف أحياء الروح المتجددة في الروح في الحرف اليدوية السورية وفتح الآفاق للحرفيين. وبختام عناويننا، فن حرفة الكروشيه وتاريخه. ليا رح نبدأ صباحنا بأخبارنا وجولة منوعة رح تكون، والبداية من اليابان رح نحكي فيها عن صخرة معروفة بحجر الشيطان القاتل يلي انشطر إلى نصفين، وتقول الأسطورة إن الصخرة البركانية احتضنت روحها الشيطانية لشيطان على هيئة امرأة جميلة، يقال بأن هي جزء من مؤامرة حكها أمير حرب إقطاعي لأجل اغتيال الإمبراطور توبا الذي حكم اليابان. خلونا نتابع. وخبرنا المنوع التالي رح نروح إلى إندونيسيا، حيث اندلع بركان مطلق حمم بركانية ساخنة ورماد على المنحدرات، ما تسبب بوفاة أكثر من 250 شخص من السكان في المنطقة. ووكالة الجيولوجيا الإندونيسية قالت إن الحمم البركانية تدفقت 5 كيلومترات أسفل منحدرات. خلينا نتابع. خبرنا الأخير من الأرجنتين، التقطت عدسات كاميرا لسياح في منطقة باتاغونيا الأرجنتينية مشهد غير عادي يوثق انهيار جزء من جبل جليدي يبلغ ارتفاعه 60 متر وليعود مجددا للظهور بشكل مفاجئ. خلونا نتابع.
وخلينا ننتقل ونتعرف شو صار بمثل هاليوم ونرجع بالذاكرة إلى الوراء. اليوم 12 آذار عبر الزمن وسنين شهد كتير من الأحداث قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1918 موسكو تصبح عاصمة روسيا بعد ما كانت سان بطرسبورغ العاصمة لمدة 215 سنة. وبعام 1930 المهاتما غاندي بيقود مسيرة 200 ميل والمعروفة باسم مسيرة الملح للبحر بتحدي للمعارضة البريطانية احتجاجاً على احتكار البريطانيين للملح. وبعام 1938 القوات الألمانية بتحتل النمسا وهالشي كان ببدايات الحرب العالمية الثانية. من أبرز الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1925 ليو سكاي، هو عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء عام 1973. أما أبرز الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1964 عباس محمود العقاد كاتب مصري. بهدف المساهمة في بناء مجتمع يمتاز بحواره الحضاري البناء، تم إطلاق المؤتمر الصحفي بعنوان البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية بمشاركة هيئة التميز والإبداع والأولمبياد العلمي السوري في قاعة رضا سعيد بدمشق. التفاصيل مع زميلتنا رشا خضور. بهدف المساهمة في بناء مجتمع يمتاز بحواره الحضاري البناء، تم إطلاق المؤتمر الصحفي بعنوان البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية بمشاركة هيئة التميز والإبداع والأولمبياد العلمي السوري في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق. الإعلام حيكون شريك لنا أكيد بأنه ننشر برنامج المناظرات المدرسية وننشر ثقافة المناظرة بين الناس. المناظرة هي عبارة عن مهارة قابلة للتطوير، بهمنا أنه الناس تتحاور بين بعضها بقواعد وسلوكيات وأدبيات محددة، كل واحد بياخد وقته، كل واحد بياخد حجته ليناظر وليقول مقولته، بالأخير الحجة وهي اللي بتفوز. أي شخص أي طالب عنده فرصة يحضر تدريب المناظرة وياخد المهارات اللي نحن منقدمها للكل بدون استثناء. اللي بيتم اختياره هن الأشخاص اللي بيربحوا ضد بعض، فما بيكون ما في علامات، ما في فحوصات مكتوبة، هي في منافسة. الفريق اللي بتربح وبتتأهل هي اللي بتربح ضد زملائه. المؤتمر تضمن التعريف بهذا المشروع الوطني وأهدافه في نشر ثقافة المناظرات المدرسية بين الأجيال الصاعدة ومنافساتها على المستوى المدرسي في مختلف المحافظات. نحن عم ننطلق هلأ بتفعيل عدة نوادي مناظرات بجميع المدارس الحكومية والخاصة المتفوقين، وكمان ما نو بس فقط بالمدارس، بالجمعيات وأي منظمة بترغب بأنه يكون عندها نادي مناظرات فهي قدرانة أنها تنضم لخطة عمل المناظرات. طبعا عم يكون في خطة تدريب، عدة تدريبات حتصير للأشخاص يلي تقدموا عن طريق استمارة بمحافظاتهم. حيكون هلا في تي او تي قريب دورة اعداد مدرب بدمشق للمتقدمين من دمشق وريف دمشق بدمشق، وبعدها حيكون لحماة، وبعدها على التوالي بباقي المحافظات السورية حيتم الاعلان عنا على صفحة هيئة التميز والابداع. المؤتمر بيتحدث عن اطلاق البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية للعام 2022. تحدثنا عن النقاط او المحاور الاساسية اللي كانت اضافات السنة، من تحدي سلم، من تفعيل نوادي المناظرات بمدارس المتفوقين، وبغاية إن شاء الله أنه نقدر نفعل هاي النوادي ونستقطب الطلاب من كافة المدارس السورية. خطوة جديدة تدعو إلى إضاءة شمعة في ذهن كل مشارك لبناء وطن ونشر ثقافة الحوار الحضاري بأساسه المعرفي والمنطقي.
ومتابعينا بصباحنا يا نرمين. يعني دائما بنسمع انه انا مكتئبه، عندي اكتئاب، حاسه حالي بدي اكتئب، رفيقتي مكتئبه. يعني نحن كثير بنسمع كلمه اكتئاب، ولكن شو هو الاكتئاب؟ دائما نحن فورا بنقول عن حالنا او عن غيرنا انه انت عم تعاني من الاكتئاب. اليوم رح نتعرف شو هو الاكتئاب، كيف بنعرف حالنا مكتئبين، كيف بنطلع من حاله الاكتئاب. بدنا مع الدكتور انس الدالي، اختصاص في طب النفس. صباح الخير دكتور انس. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا فيك. يعني احنا متعودين على الكبار هن اللي بيكتئبوا دائما او بينقوا، ولكن عم نحكي اليوم عن اليافعين والصغار تماما. فممكن الاطفال يصابوا بالاكتئاب؟ تماما. مثل ما معروف اضطراب الاكتئاب يمكن الكثير سمع عنه، كثير يمكن خبر بعد اعراضه، كثير قرأ عنه. اضطراب مزاجي شائع بيتميز بعدة أعراض عند البالغين والكبار، لكن عند الأطفال هل يمكن أن يصابوا؟ طبعاً يمكن أن يصابوا، ولكن خلينا نقول أنه هن يعبروا عنه بلغتهم الخاصة. أوكي. اللغة المختلفة عن البالغين. يعني نحن عند البالغين أو الكبار خلينا نقول متوقع أنه مثلاً يعبر عن أنه أنا مزاجي منخفض، فقدت الطاقة، ما عاد عندي، ما بقى عندي شغف معين، بلشت الأمور العضوية تضطرب، المزاج، الشهية، النوم، ممكن بعض الأحيان أفكار انتحارية، فقدان الرغبة بعمل أي شيء، ممكن يوصل حتى للنشاطات الفردية مرتبطة بالنشاطات الشخصية، الاستحمام، الاهتمام بالأمور الشخصية، حتى هي ممكن تتراجع. أما عند الأطفال فنحن بدنا نتوقع أنه هو خصوصاً بدءاً يعني من الأعمار الصغيرة 3 سنين 4 سنين 5 سنين، ما رح نتوقع من الطفل يجي يقول أنا عندي مزاج منخفض، أو ما المطلوب من الطفل مثل ما المطلوب من الكبير، ما عنده هو مسؤوليات يعجز عنها، ما عنده مفاهيم متكونة، ما عنده تعب بالتفكير. إنما الطفل غالباً الطفل بدأ من المراحل الصغرى بيعبر عنها بأمور معينة، مثل مثلاً ملاحظ أن الطفل بدأ يأخذ منظر اللوكينج المريض، مثل الطفل تكون تعبان، يتجنب اللعب مثلاً، شيء بسميه النيرفسنس الدائم. الطفل بيصير مو حزين أو مزاجه منخفض، وإنما مزاجه مستسار. هاي ممكن يلاحظوها الأمهات كثير، بيصير ممكن يعصب لأبسط التفاصيل، أو بيصير بتشبس بأمه بطريقة كثير ملفتة. أيضاً مثلاً لو انتقلنا شوي لمرحلة أعلى بسن المدرسة، بنلاحظ مثلاً في تراجع بالمستوى الدراسي، غياب اللعب مع الأقران. في شغلة كتير مميزة للأطفال، هي دائماً الطفل بيحاول يعبر عن انزعاجه بطريقة الشكايات الجسدية غير المفسرة، ألم البطن، المغص، أيضاً واحدة من الحجج. تماماً بالضبط. هي خلينا نقول بتكون شكاوى، ولكن هي لغة الطفل لجذب الاهتمام. ما عنده هو القدرة يقول أنا تعبان، ما بيعرف يعبر، حتى هو مفهوم كلمة تعب ومفهوم اكتئاب غير متوفر. أيضاً من الأعراض الممكن أنه تشاهد في شيء بنسميه السلوك النكوصي. النكوص بمعنى العودة إلى الوراء. الطفل بعد ما يكون قطع مرحلة تطورية معينة، مثلاً انضبطت المسارات البولية، ما عاد صار قادر أنه بشكل مستقل يقوم بعملية التبول، بيصير بيرجع بعيد السلوك، التبول اللا إرادي، كما الأطفال اللي أصغر منه كمان بيكون غالباً تماماً هي لغته لجذب الاهتمام أو للإشارة أنه أنا أعاني من ألم. شيء كتير ملاحظ مثلاً اضطراب الشهية، اضطراب النوم حتى عند الأطفال، بصير متشبث بوالديه حتى بفترة النوم، بيعبر دائماً عن كوابيس مخيفة. ممكن في شيء بنسميه الإهلاسات. الإهلاسات هي عرض موجود بالطب النفسي، إنه الشخص ممكن يسمع أو يشوف شغلات ما أنا موجودة، لكن عند الطفل بتاخد، يعني تحديداً الأطفال الاكتئابيين بتاخد منحة خاصة شوي، بمعنى إنه ممكن يحكي دائماً عن أصوات عم بيسمعها أو شخصيات عم تشوفها هي شخصيات مرعبة، قد يكون مستقيها من أفلام الكرتون أو مستقيها من قصص معينة خيالية، فبيصير دائماً بيحكي إنه هو عم يشوفها وعم تطلع له، فبيطلب من أهله أبداً عدم تركه وإنه يكونوا معه بشكل دائم. هلأ تركنا طلعنا شوي على للسن الأعلى بعد مرحلة سن المدرسة، واقتربنا من مرحلة البلوغ وما حول البلوغ. هون بنلاحظ يعني بدأ الاكتئاب بياخذ منحى شوي كمان مختلف، شيء بنسميه يعني الانتي سوشيال بيهافير، يعني او السلوك المضاد للمجتمع. هي بنلاحظها دائما عند هي الاعمار، بتلاقي ممكن الشخص انه يصير مثلا يهرب من المدرسه، سلوك دائما مضاد للاهل، عناد مستمر، ممكن يصر مثلا انه يلحق اصدقاء معينين، يرفض 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 الانخراط بالواجبات الاسريه. هون في مرحله من ازمه تشكيل الهويه بتكون عند الشاب تماما. فبالاساس هي مرحله نفسيه ما أنا مستقره، واذا كان في مؤهبات للاكتئاب سواء بيولوجيه او بحوادث ضاغطه فبصير بيعبر عنها عند هذا الشكل. ممكن كمان بهذا العمر انه الشخص او الطفل او خلينا نقول اللي اقترب من البلوغ يلجا لامور اخرى، مثلا ممكن يلجا للجريمه، ممكن يلجا هي طبعا بحاله تقدم للمخدرات كثير كثير بشكل شائع. بتكون السمه الطاغيه
هي 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 السلوك المضاد دائما، المضاد للأسرة، المضاد للمجتمع. وهون من هي المرحلة تقريبا خلينا نقول من 12 سنة وأعلى، هون منفوت بخطر تشكيل الأفكار الانتحارية أو سلوكيات إزاء الذات. نعم دكتور، يعني هلأ الكلمة الدارجة أنه أنا مكتئبة، يعني إذا بدنا نحكي موضوع أنت مكتئبة عندك اكتئاب، طيب عند الأولاد نحن كيف فينا نصنفها؟ يعني ظروف صعبة عم تمرق علينا، عم يشوفوا قدام عينهم يمكن أهليهم بيتداولوا ولا هي الكلمة، بيتداولوا سلوك جيرانهم، بيتداول سلوك رفيقهم، عنده موبايل أهم من موبايل بجوز يعمل صحيح. تمثيلية يعمل حاله بحالة اكتئاب، يعني الطفل ذكي بيعرف كيف يلفت النظر. فنحن هون نحن إمت فينا نصنف انه اكتئاب بعد قد ايه من الوقت؟ يعني يمكن في سلوكيات كتير وخاصة بعمر بيقولوا لها هيك عمر، يعني اول ما ينشأ الطفل عمر الابتدائية وقبل ما يصير بالمراهقة بيكون عنده يعني سلوك غريب عجيب وعنده صحيح. غيرة كتيرة وبيلفت النظر تمام. بطرق متعددة. إمت منصنفها انه اكتئاب ولازم نروح عند تماماً. الدكتور هي لفترة حديثة تم تصنيف الاكتئاب عند الأطفال، إنه يوجد اكتئاب عند الأطفال فعلاً بسبب خلل أو اللغط اللي دائماً اللي بيصيره الطفل. هو الصورة الشائعة عند الطفل إنه هو ممكن يبكي كتير، ممكن يضجر كتير، ممكن إنه يعصب كتير، ممكن يستخدم البكاء كوسيلة. هلأ نحن إيمت دائماً سمة الاضطراب النفسي وقت نكون اضطراب وتنلاحظ في تعطل، يعني في تعطل تماماً عند الطفل ما كان مرتبط بمرحلة ظرفية معينة. اوكي ممكن الطفل يعمل هي السلوكيات ولكن لمرحله ظرفيه معينه، لتحقيق غايه معينه، لهدف معين، لشراء لعبه، بسبب غيره، بسبب كذا. متى ما بدا التعطل، بدا مثلا انه هو يرفض اللعب ابدا بشكل قاطع بشكل نهائي، حاله الخوف هي مسيطره عليه، هي الحاله الدارجه هي اللي عم تمتد لايام وشهور، بلشنا نحس انه الطفل بعد ما بلش يوعي يبدا بعمر مثلا مبكر يبني نوع من الاستقلاليه، يصير ممكن ينام لحاله، ممكن كذا. لا بنلاحظ الحاله الدارجه، خوف مستمر، قلق مستمر، مثل ما ذكرت يعني عدم رغبه بالانخراط باللعب. وقت يصير سن المدرسه في عنده رفض قاطع للذهاب الى المدرسه وهذا بيستمر. اوكي في رفض بيصير ببدايه المرحله، ولكن وقت الرفض يستمر، وقت الخوف يستمر، ممكن توصل لدرجه البكاء، ممكن توصل لدرجه انه يمتنع تماما، تشبث شديد، ويستمر لفتره زمنيه. هذا هون بقى في علامات خلينا نقول صارت تشكل خط احمر والطفل بحاجه لاستقصاء. هلا في نقطه مهمه، مثل ما ذكرت بالبدايه انه نحن الشخص اللي عنده اكتئاب غالبا الكبار بالعمر بشكل نوع من دارة التفكير السلبيه، يعني بيصير عنده دائما تفكير بالماضي ومسؤوليات ما عم يقدر يؤديها، دارات تفكير مستمره بتقوده وبتعزز هذا الاكتئاب ابدا. فشل، انا راح افشل، انا ما قدرت انجز هذا الشيء، انا ما بقدر اعيش. الطفل طيب فينا نقول قديش الاهل مهملين لحتى وصلوا ابنهم لهالدرجه ولا ما في؟ هي اللي كنت بدي اذكرها، يمكن قد ما يكون اهمال، ولكن اللي كنت بدي اوصل له انه البالغ بسبب هي طريقه التفكير او المطلوب منه هو ممكن يطور الاكتئاب والاكتئاب يكون عميق. الطفل ما عنده هاي المفاهيم لسه، ما عنده اساسا مسؤوليات يقول انا فشلت او انا نجحت او انا استحق، يمكن هو ما عنده لسه مفهوم المستقبل والماضي بشكل تام. فغالبا اعراض المزاجيه عند الطفل مرتبطه بارتباط يعني وثيق بسبب مباشر، يعني قد يكون مثلا حاله اهمال مثلا، قد يكون حالة تعنيف، قد يكون حالة فقد والدين، أسرة مفككة، دائما الطفل عم بيضيع بمقدم الرعاية بين الوالد بين الوالدة، ممكن مثلا حالة تهديد بالمدرسة، ربما هو بالنسبة بتكون ما هو تهديد كبير يعني، ولكن بالنسبة له تهديد من قبل المدرس، سخرية شديدة من الأقران. تمام. فدائما عند الطفل غالبا في سبب مباشر عم بي عم بي عم بي عم بيسبب له هي الاعراض الاكتئاب او الاعراض المزاجيه، ما انا هي مثل البالغ والله دارات تفكير تطورت وحاله ضغوط معيشيه وما عم بيقدر يحقق اهدافه المستقبليه وما عم بيقدر ينجح بشهادته. حالات انانيه اكثر للطفل فينا نقول. نعم انانيه تماما أكتر. اي يعني فينا نقول هي مرتبطه فيه للطفل، مرتبطه بالسبب المباشر يعني غالبا خصوصا بمراحل الطفوله الصغيره. طيب دكتور، الكبار بيكتئبوا يمكن لاسباب مختلفه، ممكن من مزاج سيء، من مشكله، من طقس معين. الأسباب اللي بتخلي الطفل تكتئب شو ممكن تكون هيك ولو سريعا، وإذا في درجات للاكتئاب عند الأطفال؟ تمام. هلا طبعا بشكل عام الاكتئاب عند الجميع خلينا نقول بنقسم دائما لشيء اسمه أسباب بيولوجية، يعني شخص بيولوجيا ووراثيا عنده استعداد للاكتئاب. هل يعني تورث حالة طبعاً. الاكتئاب ما في مورث لحد الآن مكتشفة، ولكن دائما نسبة الأطفال اللي عرضة للإصابة بالاكتئاب اللي بيكونوا لأبويين اكتئابيين مشخصين بالاكتئاب
تزداد ضعف مرتين لثلاث مرات. يعني في اكتئاب شيء مسميه خلينا نقول الاكتئاب الاساسي، العامل البيولوجي او العامل الفيزيولوجي المورثات هي شيء اساسي موجود بالاكتئاب. كل ما كانت العامل الوراثي اكبر كل ما يمكن صار الطفل عرضه لانه يطور هذا الاكتئاب بسن اكبر. واحده من العوامل الثانيه مثل ما ذكرت بسميها العوامل البيئيه، ذكرت جزء منها اللي هي مثل ما ذكرت مرتبطه مثلا بعدم وجود مقدم رعايه. الفتره السنتين لثلاثه هي ضروريه لبناء العلاقه الوطيده بين الاب بين الطفل وبين الام. فإذا كانت الأم غائبة سواء بوفاة سواء بانفصال سواء بسبب ظروف عمل صعبة ما عم تتوفر بشكل دائم، فبتأدي لهذا الطفل بأن أيها بأثر أكثر الأب ولا الأم؟ بصراحة الأم أكثر، الأم أكثر من الأب دائما هي مقدمة الرعاية الأساسي. لأنه الأم مرتبط خلينا نقول العلاقة بتكون بين الأم والطفل هي علاقة يعني خلينا نقول التصاق جسدي، فترة الرضاعة، فترة الحضن، فترة هو ملاصق لوالدته أكثر. وحتى بفترات تطور الطفل هو بيحتاج فترة سنتين لثلاث سنين لحتى يعرف انه هو مخلوق غير امه. فالطفل بإدراكه لحد سنتين ثلاثة يبقى بيظن انه هو امه كائن واحد. فتصوري حجم الارتباط قديشو وثيق. فاذا هاي المرحلة اضطربت وما ادت يعني وظيفتها مقدمة الرعاية او الوالدة بشكل منتظم تترك عقابيل لبعدين. وحتى احدى تفسيرات مدارس علم النفس بانه الطفل نتيجة خلينا نقول مو بمعنى الحقد خلينا نقول غضبه على والدته، ولكن هو ما بيعرف يفسر الغضب وما بيعرف يعبر عن الغضب، فبيوجه هذا الغضب اتجاه نفسه وبتطلع هاي الاعراض. هي واحدة من مدارس علم النفس بتفسر هذا التفسير. ايضا مثل ما ذكرنا من الاسباب البيئيه مثل ما ذكرنا انفصال، عدم توفر مقدم الرعايه. فطبعا الاسباب البيئيه تتعدى، مثلا ممكن تكون مثلا ظرف الحرب المعين، فترات الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي يمكن ما يدركه الا اذا كان بينعكس عليه بشكل مباشر، انه مثلا ما في تغذيه سليمه، ما في امان، ما في بيئه العيش مناسبه، تعرض لعوامل البروده والحراره بشكل مستمر. اكيد ممكن وجود مولود جديد بالبيت، هي ممكن فعلا تعمل تكون عامل، ولكن هي خلينا نقول فيزيولوجيا ممكن تبقى لفترة بسيطة. إذا تعدت فترة بسيطة، فترة شهر أو شهر ونص أو شهرين، ممكن يكون دخلنا فعلا بحالة اكتئاب، بس فعلا هي واحدة من المحرضات. نعم دكتور، إذا ما انتبهنا لأبنائنا بهذا العمر قديش رح يتأذوا بسن المراهقة وبالبلوغ، قديش رح يكونوا طبعاً فاشلين بحياتهم؟ طبعا هي بصراحة للاضطرابات النفسية عمل الوقاية الأول هي مرحلة الطفولة، السيطرة على مرحلة الطفولة. معظم الاضطرابات النفسية حتى اللي تظهر فيما بعد بفترات طويلة هي مردة بشكل رئيسي لحوادث رادة بالطفولة، أو مثلا إهمال أو عدم اهتمام أو حدوث فشل معين أو ظرف معين أو مثلا قلة اهتمام أو قلة رعاية أو الطفل ما أخذ حقه بموضوع معين. وحتى في نقطة يمكن ما ذكرتها، أنه دائما الأطفال كمان اللي عندهم أمراض عضوية هدول لسه عرضة 6-7 مرات لتطوير اكتئاب، يعني مرض مزمن من سواء نقص تغذية، سواء مثلا في أطفال بيجي عندهم نوبات اختلاج أو صرع عن الطفولة، أمراض غدية تماما، هدول عرضة أكثر، فهدول لسه بدهم رعاية مضاعفة أو رعاية خلينا نقول دبل، تمام؟ فإذا ما أخذوا حقهم فهو دائما عرضة لتطوير اضطرابات كثير. وفي نقطة مهمة، دائما المترافقات يعني الاضطرابات النفسية عند الأطفال مترافقات كثير، يعني غالبا الطفل ما بيجي باضطراب نفسي واحد، بيجي باضطرابين أو ثلاث اضطرابات سوا. نسبة المترافقات عالية جدا، 30% ل 35%. اضطراب الاكتئاب عند الطفولة ممكن مو بس يتطور لاكتئاب عند البالغ او اكتئاب مزمن، لا، هو ممكن يتعدى هذا الشيء، ممكن يتعدى لشيء اسمه اضطراب مسلك، شخص بصير غير منضبط تماما، بصير يعني الطفل عبارة عن كتلة اذى متحركة، ومو اذى عادي، اذى ممكن يرقى لجرائم، ممكن قتل حيوانات، ممكن سرقة، ممكن قتل اشخاص، طبعا كله مع يعني زيادة المرحلة العمرية والتطور. دكتور خلينا نحكي هيك بالوقت المتبقي، العلاج اليوم للطفل المصاب بالاكتئاب ممكن يكون دوائي ولا بحاجة استشارة، ولا ممكن الأهل بحالات معينة قادرين يحتضنوا هذا الاكتئاب؟ دائما عند الأطفال خلينا نقول هامش تدخل الدوائي محصور، تمام؟ أولا دائما تجارب على الأطفال بتكون محدودة، وثانيا الأطفال عرضة دائما يعني للتأثر بالأعراض الجانبية للمضادات الاكتئاب. فنحن يعني خلينا نقول في ممكن نستخدم بعض مضادات الاكتئاب، في بعض الأدوية مرخصة يعني اقل يعني العمر الاقل ممكن استخدامه 8 سنوات وما بعد، ولكن حتى ب 8 سنوات في تحفظ، خلينا نقول الامن 12 سنه وبعد. بنركز دائما بالعلاجات عند الاطفال بالعكس على الجانب المعرفي او الجانب السلوكي. يعني مثلا بعمر صغير مثل ما ذكرنا 3 أو 4 سنوات، لابد عند اخذ القصه السريريه المفصله لابد من وجود مشكله صادمه او مشكله مباشره اسريه دراسيه هي اللي عم تسبب هذا، فخلينا نقول بيصير نوع من التثقيف النفسي او عمل نوع من الشيء نسميه النماذج المعرفيه عند الاباء والمدرسين تجاه الطفل. يعني هي تمارين بتكون بشكل مجدول ومنظم عند اختصاصيين سلوكيين، تعزيز ثقه الطفل بنفسه، يلاقوا دور اكبر بالاهتمام،
طلب منه مهام محددة ومكافأته ومكافأة أكبر، التأكيد على الرابطة بين مثلا مقدم الرعاية وبين كذا وبين بين بين الطفل، إذا كان في ظروف معينة لا يمكن حلها مثلا مثل موضوع الفقدان ممكن كذا، ممكن محاولة التعويض قدر الإمكان من الأب، أو مثلا وجود حدا ممكن يشكل بديل خالي أو جدة وبشكل مستمر. هلا انتقلنا لمراحل اكبر، خلينا نقول 6 سنين 7 سنين 8 سنين، هون خلينا نتوقع ان الطفل عنده مفاهيم عنده افكار، لابد انه يكون اكتسب افكار سلبيه وسيطرت عليه، خصوصا اذا شاف مظاهر قتل، مظاهر الدمار، مظاهر حرب. فهون في شيء اسمه العلاج المعرفي السلوكي، نترك الطفل يعبر عن افكاره، ممكن نسمع منه شو اللي بباله، وبصير تعديل بطريقه التفكير او ببعض المفاهيم. طبعا هذا بده مختصين، يعني مختصين بالعلاج المعرفي السلوكي لضبط هي القصه. بعمر اكبر ممكن نلجا لا 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 يعني العلاجات الدوائيه، وممكن بيصير حتى العلاج المعرفي السلوكي افضل، لانه انا قادر هون الطفل صار بعمر 10 سنين او 12 سنه او 13 سنه قادر كون منه فكره كامله وقادر هو يعبر عن نفسه بطريقه ممتازه. تمام دكتور، كمان اهم شيء انه ننتبه على اولادنا من صحيح. الموبايلات، ننتبه على اولادنا من نقص الحنان، نقص الاهتمام صحيح. لانه كله بيعمل اضطرابات بالكبر. نشكرك كثير دكتور انس الدالي اختصاصي في طب النفس، شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير لك دكتور. اما هلا ليا صار الوقت لنروح لغرفه الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة المحلية العربية والعالمية مع زميلتنا بشرى. يسعد صباحك. صباح الخير نيرمين وليا، موجز لأهم الأنباء مع الفاصل. السلام عليكم. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تخطي العقوبات غير المسبوقة التي تم فرضها على روسيا تتيح فرصة لتعزيز سيادة البلاد الاقتصادية والتكنولوجية. وبيّن بوتين خلال لقائه في الكرملين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه حصل بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الجارية بين موسكو وكييف بغية وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا. وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا تصريحات كييف عن تهديد تشكله محطة تشيرنوبل النووية بعد أن سيطرت عليها القوات الروسية بأنها مضللة. ونقلت وكالة نوفوستي عن زخاروفا قولها أن تصريحات كييف حول محطة تشيرنوبل لا تتوافق مع الواقع وهي معلومات مضللة. يشار إلى أن الجيش الروسي سيطر على محطة تشيرنوبل في الأيام الأولى لعمليته العسكرية في أوكرانيا لمنع وصول الزمر النازية إليها في إطار نزع السلاح الأوكراني ومنع أي محاولات لكييف للحصول على اليورانيوم من المحطة المذكورة لصنع سلاح نووي. قتل مسلح من ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وأصيب آخرون خلال هجوم نفذته الفصائل الشعبية غرب مدينة الرقة. وقالت مصادر محلية أن هجوما بالأسلحة الرشاشة نفذته بعد ظهر اليوم فصائل المقاومة الشعبية استهدف سيارة عسكرية تتبع لميليشيا قسد على طريق المزارع غرب مدينة الرقة، ما أدى إلى مقتل مسلح من الميليشيا وإصابة آخرين بجروح وأعطاب السيارة التي كانت تقلهم. أكد مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي أن محاولات الأعداء إنهاء التكنولوجيا النووية الإيرانية باءت بالفشل، مشيرا إلى أن تكنولوجيا مشروع الماء الثقيل الذي تم بجهود العلماء الإيرانيين حقق نجاحات جيدة في الاستخدامات المؤثرة في مجال الصحة والصناعة الطبية. وقال إسلامي في تصريح له إننا نتبع قواعد العلاقات المهنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولوائحنا وعلاقتنا ومهنية، ولا يمكن للمؤثرات السياسية أن تخرج علاقتنا عن إطار قواعد وأنظمة الوكالة. ختام الموجز، عودة إلى ليا ونرمين لمتابعة صباح نغير. شكرا لك بشرى وليا، أكيد مكفايين بباقي فقرات صباحنا غير، ووصلنا لمساحة
جديدة. وصلنا لفقرتنا التالية، رح نحكي عن الإبداع، ومعنا اليوم بصباحنا إحدى المكرمات من جمعية أجنحة السلام. هي جمعية تطوعية يلي بتهدف إلى نشر ثقافة السلام عبر تنظيم مختلف الأنشطة يلي بتفيد الإنسانية ككل. وبسرنا نرحب بروعة النبواني إحدى المكرمات من الجمعية. أهلا وسهلا فيكي روعة. تسلمي. أهلا وسهلا. أهلا صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيكي روعه، نحن كثير مبسوطين انه انت معنا لليوم. بدايه هيك خلينا نعرف المشاهدين عنك وعن الجمعيه وانشطتها. انا روعه النبواني، بدرس ادب عربي سنه ثانيه من ريف دمشق. عضو من اعضاء رابطه ادباء سوريا. تم تكريمي بالرابطه لمشاركتي الفعاله اثناء النشاطات اليوميه وحصولي على شهاده بنص مميز على مستوى ريف دمشق. تم فعاليه اجنحه السلام باتحاد الكتاب العرب. نعم. طيب يا روعة، احكي لنا عن تجربتك الأولى بالكتابة. يعني أكيد وقت بلشتي هيك فرجتيها لأهلك لرفقاتك، كيف كانت ردة فعلهم؟ قديش هيك أول شيء بس كتبتيها كم مرة هيك عدتيها بينك وبين حالك لحتى قلتي لا هيك صارت حلوة وصرتي تفرجيها للوسط المحيط؟ كان أول نص بكتبه نجاح ما بعد اليأس، بعد نجاحي في الشهادة الثانوية بالبكالوريا. شاركت فيه بمسابقة فريق فكر الياسمين السوري. بعد التدقيق من قبل أستاذ اللغة العربية حسن النبواني ساعدني فيه، قدمته وحصلت على المركز الأول بالمسابقة. وكتير كتير كنت مبسوطة بهذا الشيء، أني من أول تجربة حصلت على المركز الأول. شجعوني ودعموني وكتير انبسطوا بهالشيء. روعة، عم نتعرف اليوم على موهبة جديدة وخصوصا بموضوع الكتابة، بدنا نعرف من أي متى بلشتي، من أي عمر، وكيف قدرت تطوري حالك؟ أنا منذ صف التاسع كنت أكتب، وكانت مواضيع التعبير بحصص اللغة العربية مميزة. كانت المفردات عندي استخدمها مفردات جديدة وغير بسيطة. كنت دائما افتح على كتب واقرأ لانقب عن مفردات افضل. كيف قدرت تطوري حالك؟ بدأت بقراءة الروايات مثل أميرة الجبل لنجيب الكيلاني، قرأت لجبران خليل جبران كمان، وبدأت ادخل على جروبات على الفيس، شارك بنشاطات اليومية بالكتابات، ومن خلال تدقيق المشرفين أعرف أغلاطي، أدرس كتب لمصطلحات مفردات جديدة للغة العربية. نعم. خلينا نحكي عن الدعم، مين كان الدعم الأول لك؟ بابا وماما. أنا كتير كتير بتشكرهم، كان الدعم المعنوي لإلهم لإلي كان كتير كبير. يعني رغم انه بساطة النص بس كلامه لطيف يشجعني اني اكتب افضل. اضافة بعد ما صرت عضو برابط ادباء سوريا، فبقدم شكر خاص كثير لهي الرابطة لانه هي دعمتني كثير. يعني ما كانت علاقتي انا وياهم كقائد او فريق وعضو مشارك، انما كنا اخوة متحابة. اي شخص بيكون ببدايه اي مشوار يمكن بيتعرض شوي لصعوبات معينه، خلينا نحكي، وخصوصا انت عم تذكري من شوي انه كنت تعرضي كتاباتك بمجال السوشيال ميديا وهو مجال مفتوح، بتكون في تعليقات يمكن الايجابيه وممكن تكون السلبيه، خلينا نحكي عن هي التجربه لما انت صرتي تفرجي الاشخاص كتاباتك واذا مريتي بصعوبات معينه. هلا انا مريت بصعوبات منها بالواقع ومنها من اصدقائي بعلاقتي معهم. يعني لم ما كان عندي الوقت الكافي للكتابة بسبب ضغط الدراسة والجامعة. بعدين أصدقائي اللي معي بالمجال كان كلامهم الهادم يحاول يأثر على نفسيتي، بس أنا الحمد لله ثقتي بنفسي وبموهبتي كبيرة. نعم. خلينا نحكي عن النمط اللي أنت بتكتبيه، اللي أنت بتحبيه، وليش اخترتي نمط معين؟ هلا أنا بحب أكثر شيء نمط النثر الحزين والخواطر الأدبية، لأنه الكاتب لما بده يكتب هي ليست مجرد كلمات مصفوفة وإنما مشاعر منبثقة من أعماق القلب يخطها على أوراقه من الواقع الذي يعيشه. فأنا كنت كل شيء من الواقع اللي بعيشه أكتبه، لأنه الكاتب هي رسالة يؤديها للقارئ. فكان النثر الحزين
أغلب كتاباتي عنه. روعة، خلينا نحكي أيمت بتلجأي للكتابة، ويا ترى كلياتنا ظروف الحرب بسوريا دائما بنسأل هذا السؤال، أثرت عليكي أو على كتاباتك؟ المواقف اللي كنت مر فيها هي السبب للجوء إلى الكتابة. يعني وقت تكون سعيدة أكتب عن السعادة، وقت تكون حزينة أكتب عن الحزن. وخاصة الظروف هي اللي كانت إلي السبب بهذا الشيء. يعني ما أنه مثلاً خلص أجبر أفكاري على الكتابة، إنما خلي الكتابة تستدعيني، ولا مو أنا أستدعيها. تمام. يعني مثل ما حكينا هيك عم نمرق بوضع وظروف كتير صعبة، ودائما الكاتب الفنان هو أكثر حساسية. وحكيتي إنه أنت جردتي من العالم اللي بيأثر عليكي بالسلب، جردتي من يمكن أنماط معيشية كانت تضايقك لحتى أنت تركزي بكتاباتك. اليوم هيك خلينا هيك تكون عبرة بركي لكل حدا عم يتابع. الحكي البشع، التنمر، الضغط من قبل الأشخاص المحيطة، قديش نحن لازم نكون أقوياء ونتحداهم بالموهبة اللي عنا؟ أنا بشجع كل المواهب الشابة على تنمية تطوير موهبتها، شو ما كانت موهبتها، رسم أو نحت أو غناء أو كتابة، وما تتأثر بالواقع اللي هي عايشة فيه. خلينا نحكي روعة عن الكتب يلي شاركتي فيها أو منتجاتك الثقافية يلي كانت. شاركت في كتاب كواليس نفس بنص بعنوان ماذا لو عاد معتذرا، والآن أعمل على كتابة رواية بعنوان ضحية، وكتاب لم يطبع بعد بعنوان فكرة أخرى، نصي كان بعنوان الفراق والسكر ولوز. حضرت لنا شيء تقولي لنا اياه من كتاباتك؟ حبيت؟ ايه يلا. من اي كتاب او من شو العنوان او شو؟ كتاب فكرة أخرى لسكر ولوز في عندي، وإذا كمان ماذا لو عاد معتذرا. رح نخليكي أنت تنقي شيء حابة تقولي. ماشي. قد ما بدك فيك تقولي. بس دقيقة لو سمحت. وعم أهلك دوري مو مشكلة. يعني ليه قديش بنشوف بظل الحرب عم تطلع مواهب والشباب يعني رغم كل شيء عم يحبوا يقدموا يطلعوا افكارهم يطرحوا رؤاهم. اكيد بس نعم. هلا انت رح تقولي لنا هذا النص يلي انت تكرمتي عليه؟ لا، النص اللي تكرمت عليه بعنوان الغربه. نعم. بدك تقولي لنا الغربه ولا غير نص؟ بقول الغربه. يلا. طب لبين ما طلعيها للغربة احكي لنا كيف قدمتي على الجمعية وكيف اخذتي هذا التكريم؟ شو هو الشيء اللي لفتهم بنص الغربة؟ هلق دوري معلش انت وعم تحكي. هلق نحن كانت المسابقة اول شيء على النت على الواتس. قدمنا نصوص لعدة مشرفين. هني اخذوهم على على اتحاد الكتاب العرب. قديش كنتوا كم شخص؟ تقريبا نحن بالرابطه 200 شخص. اختاروا فقط 40 اللي كانت نصوصا مميزه 15 اثناء ال يعني عم نحكي عن عدد كبير كانت المنافسه بيناتهم. والفئات العمريه كلكم كنتوا مختلفه كانت الفئات العمريه. لقيتي؟ يلا بس دقيقة أنا في عندي نصوص كتير. أي نص؟ فيك تختاري أي نص روعة. انتقام أخمده الحب. دائما أسائل نفسي، هل سيعود نادما راجيا قربي؟ وماذا لو عاد حقا حينها؟ هل سأكون له عن رحيله عافية؟ الذي أفقدني الثقة بكل من حولي وجعلني أؤمن بأن لا للحب وجود، هل سأشيد بكلتا يدي العاجزتين حاجز النسيان الذي تخلق بسبب بعده عني قائلة له إني لا أحبك نادمة كثيرا لمعرفتي بك، فقد جئت على هيئة عمر كامل من الوجع حتى أتت تلك اللحظة التي طالما شككت بمجيئها. تخبطت مشاعري بين الحب والبغ، وبدأ قلبي وعقلي بالتصارع بين الوعودة والمغادرة. كان عقلي يدفعني للانتقام منه،
بتمزيق مشاعره إن كان يملكها إربا إربا بكلمات الجارحة، وأصب غضب قلب النادم على حبه كبركان ثائر يأبى الخمود، حتى سأقوم بكل ذلك ليس إلا كي أخمد نيران الانتقام الشاعلة ضمن فؤادي، وسأحطم قلبه كما فعل بي راحلة مستهزئة تاركة بسمة الاستخفاف به لانهزامه أمائما عائدا يوطئ رأسه خجلا مما اقترفه. فسرحت في عينيه تأملا غارقة بذكريات الماضي الجميل متمنية عودتها، فبدأ فؤادي يرتجف شوقا لكلماته الدافئة، فأحببت الاقتراب أكثر من الابتعاد لأنه موطن سعادتي. فمنذ رحيله اختفت الابتسامة عن وجهي واحتل الحزن ملامح وجهي اللطيفة، لم تعد روحي تشعر بالطمأنينة، تخبطت أفكاري بمشاعري ولم أعد أعلم ما سأقرر وما سأفعل. وفي آخر وهلة ترددت في مسمعي رسالة من السماء: إن الله يسامح عباده المذنبين، فمن أنت حتى لا تسامحيه؟ فلتخمدي نارك المشتعلة ومزقي صفحات الماضي، أحرقيها بنارك الملتهبة ولا تطفئيها بانتقامك المدمر لسعادتك، ولتكن بداية جديدة تعيد لروحك البهجة. فتنهدت تنهيدة من أعماق روحي وعناي تذرف الدمع لتخرج الحزن منهما، وارتميت في أحضانه باكية راجية ألا يبتعد عني مرة أخرى. هذا النص اللي شاركت فيه بكتاب كواليس نفس. نعم روعة. دائما أي نص أدبي نحن بنكتبه بيكون ناتج عن الشعور يلي بيكون فيه، بنطبق عليك هذا الشيء وقت كتبتي هذا النص؟ ايه أنا كل شو الحالي كنتي عم تمري فيها؟ كنت كتير مكتئبة بسبب موقف صار، فقعدت أبكي وهيك، قعدت على طاولتي وأقلام بإيدي وبدأت أكتب، يعني كل شيء أشعر به بكتبه. بعد ما كتبتي أول مرة رجعتي عدلتي على النص؟ إيه أكثر من مرة أكتب شق الورقة وأرجع عيد، يعني أحس إنه كانت كتير أفكاري متخربطة لدرجة إنه ما بقدر أعرف شو أكتب. للحظة الأخيرة استخرجت هذا النص بكامل صدق، كان بس تدقيق عليه إنه كتشكيل ولغوي، تشكيل وقواعدي، أما كلغوي مفرداتي كانت نابعة صادقة. نعم نعم. روعة خلينا نحكي قبل ما نختم لقائنا معك، وين بتشوفي حالك؟ لوين حابة توصلي؟ شو هو الهدف يلي حاطتيه هيك قبيل عيونك، خاصة بعدك هيك طالبة وعم تدرسي أدب عربي؟ بحب أكمل دراسات عليا ويكون إلي في مجال الأدب كتب وروايات مطبوعة باسمي، وبحب أقدم شكر خاص قبل نهاية اللقاء لأعضاء المؤسسين لرابط أدباء سوريا، للمهندس قصي الطبل والروائية مؤمنة أبو ملف، الأستاذ القاص حسين الصلاح والكاتبة رشا حسين والأنسة رهام معلا. نعم. خلينا نقول كمان هيك رسالة ممكن حابة توجهيها لكل الصبايا والشباب يلي بعمرك. بتمنى انه اي شخص عنده موهبه يكمل مسيرته فيها وما يخلي المجتمع ياثر عليه، يعني لازم يكون قد الثقه واثق من نفسه انه هو عنده موهبه كافيه. نعم روعه، نحن بدنا نتمنى لك التوفيق، بدنا نتمنى نشوفك محل ما انت بتحبي، وما في شيء هيك ياثر على موهبتك يا رب. موفقه وان شاء الله بنشوف عندك تكريمات عالميه ايضا ان شاء الله يا رب. وانا بتشكر كثير الاخباريه السوريه على استضافتي على هذا البرنامج. روعة النبواني، انت صبيه سوريه حساسه، اكيد نتمنى لك كل التوفيق بمشروعك الادبي وبحياتك الخاصه. شكرا لك. اهلا وسهلا فيكي. وهلا خلينا ننتقل الى حمص، فقد نفذ مركز تدريب التابع لدائره العلاقات المسكونيه والتنميه بالتعاون مع صندوق الامم المتحده للسكان فعاليه بحمص تتضمن مجموعه من النشاطات بحضور عدد كبير من الامهات بمناسبه يوم المراه العالمي. تفاصيل اوفى مع زميلتنا شيرين العلي.
بمناسبة يوم المرأة العالمي، نفذ مركز درب التابع لدائرة العلاقات المسكونية والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فعالية في حمص، تضمنت مجموعة من النشاطات بحضور عدد من الأمهات، والتي شملت معرضا لمجموعة من اللوحات الفنية وثقت من خلالها مسيرة نساء رائدات وملهمات سوريات في جميع المجالات. المرأة السورية بالذات تستحق الاحتفال اليومي، ولكن هو خلينا نقول ذكرى لنذكر بدور المرأة بالمجتمع، وخصوصا دور المرأة السورية اللي كان لها الحقيقة أثر كتير كبير بمجتمعنا خصوصا بفترة الأزمة. لذلك هذا المعرض اليوم رسمته لوحات هي رسم متطوعين من دائرة العلاقات المسكونية بحمص وباقي المحافظات، من كل المحافظات السورية المتطوعين اللي عندهم هواية الرسم حبوا يشاركونا ويرسموا لوحات بتعبر عن دور المرأة بمجتمعنا وبمجتمع هالمحافظة. دعونا مشكورين، وبعدين جابونا على معرض، المعرض بضم لوحات من كل مراكز سوريا. حلوة عجبتني اللوحات لأنه كل صورة هي أمهات، أعطينا زي البلد اللي هي فيه من كل المحافظات، وعاطية معنى البلد يعني تقريبا حلو. وتضمنت الفعالية عرضا مسرحيا تفاعليا لبعض السلوكيات في المجتمع، ولا سيما تجاه المرأة، وتم إشراك النساء المتفرجات في المسرحية لإيجاد الحلول للمواضيع المطروحة. كان عندنا قسم من فريق الدائرة وقسم من فريق المسرح التفاعلي، حبينا نعمل عرض صغير بيحكي عن المساواة بين الذكر والأنثى وعلى المشاكل اللي بيعانوا منها. الحقيقة المسرح التفاعلي هو بيميز كتير مهمة، إنه الحل بيطلع من الجمهور اللي عم يحضر. نحن بنستغل ميزة إنه هن بيقدروا يغيروا الشغلات اللي شافوها بالمسرحية، وفعلا مثل ما شفتوا يعني كان في تفاعل كتير كبير منهم، وحابين كتير إنهم يطرحوا حلول ليعدلوا هذا الشيء ويكون في هيك مساواة بين الذكر والأنثى بالبيت. وهذا المسرح التفاعلي عمل هاي الأخطاء قصدا مشان نحن نصححها، طبعا إنه من خلال آراء الجمهور تتصحح بالعمل المسرحي اللي عملوه. وفي نهاية الفعاليات تم إطلاع المشاركات على أجمل صورة في العالم، لتكون المفاجأة أنها مرآة تعكس صورتها في يوم عيدها، ثم تم توزيع هدايا تذكارية على السيدات ليكون يوما لا ينسى في حياة كل سيدة أو أم حضرت الفعالية. من صالة صبح شعيب في مركز مدينة حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية. ليا وإلى فقرتنا التالية، واحتفاء بعيد المرأة العالمي افتتح في القاعة الدمشقية بمحطة الحجاز بدمشق سوق منتجات سوريات، والذي تنظمه الشركة السورية للحرف، أحد برامج الأمانة السورية للتنمية، والذي استمر لمدة 4 أيام. والحديث أكثر عن هذا المعرض أكيد بيسعدنا أن نرحب بيارا عبود مديرة العلاقات العامة للسورية للحرف. يسعد صباحك. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير يارا. صباح الخير. يعني بالبدايه هيك خلينا نتعرف عن السورية للحرف، قديش صار لمين بتضم، وشو هي الحرف يلي بتقدمها؟ اكيد السورية للحرف هي برنامج من برامج الأمانة السورية للتنمية، غايتها الأساسية هي دعم الحرفيين السوريين وحماية الهوية الثقافية للحرف السورية. الشركة السورية للحرف كان لها أول علامة تجارية بال 2013 هي أبها، وهي عبارة، والشركة السورية للحرف هي مشروع تجاري تنموي بنفس الوقت اجتماعي، فهي هي الشركة السورية للحرف. أكيد نحن بالسنوات الماضية وحتى ضمن صباحنا غير كان عندنا سيدات من السورية للحرف، والتقيناهم وضوينا على المواهبهم والمنتوجات الفريدة يلي عم بيقدموها، ولكن خلينا نحكي عن آخر حدث قمتوا فيه، هو معرض منتجات سوريات بمحطة الحجاز. خلينا نحكي عن هذا التنظيم اللي صار. أوكي، هلا نحن ببداية شهر آذار تواصلنا مع وزارة النقل، مشكورين على دعمهم، وخصوصا انه سلمونا محطة الحجاز من سيادة الوزير
استلمناها كثير تحملونا، كان في ضغط كثير كبير علينا، كان في كركبه، وخصوصا بتعرفوا انه البازار صار قدرنا نعمله باسبوع واحد، فهذا الشيء كان كثير صعب. بالتعاون من يعني من لائحه الحرفيين الموجودين بالشركه، كان في لائحة قائمة كتير كبيرة، وخصوصا اللي اجوا من كل المحافظات، قدمنا لهم الدعم، المنامة، وسائل التنقل، طبعا الرسوم كانت الاشتراك كان اكيد مجاني، تحملتها الشركة والقائمين عليها. نعم، لكن كان في مشاركات طبعاً لسيدات سوريات ولحرف متنوعة من جميع المحافظات السورية. يمكن هون خلينا نحكي عن هالهدف، أهمية الهدف اليوم، يعني يمكن الظروف بعدتنا شوي عن أنه نتنقل كتير بين المحافظات، نتعرف على حرف تانية. اليوم قدي حلو أنه الشام عاصمة الياسمين جامعة كل هالحرف. خلينا نحكي عن الهدف. هدف المعرض كان أول شيء كان بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، فنحن حبينا نسلط الضوء على المرأة السورية العاملة المنتجة اللي بتقدر تعمل بمشروع بسيط، برأس مال بسيط، شوية دعم من عنا، شوية دعم من عندها، بصير مشروع كامل ومتكامل، بتقدر تكون قادرة ومتمكنة أنه هي تكون عنصر فعال بالمجتمع. وفي سيدات هيك كانوا موجودين مقدمين، ولكن ما عندهم يمكن خافوا أنه هيك يقدموا الفكرة. قديش كمان الدعم النفسي له أهمية ومن أهداف الجمعية؟ أكيد الدعم النفسي له كتير أهمية، وكان في كتير سيدات مشاركات. طبعا بالنسبة لمساحة محطة الحجاز قدرنا نحن نلتزم مع 25 سيدة كانوا جايين من كل المحافظات السورية. تمام. أوكي، عندنا السويدة كان جاي من هنيك، كان عندنا من اللاذقية، كان عندنا من طرطوس، كان عندنا من دمشق، من ريف دمشق، وأكيد أملنا لهم كل الوسائل لحتى يكونوا هن مرتاحين. دعمهم النفسي كمان كان كتير مهم، أكيد كان مشروع كتير ناجح، كبداية جيدة جدا، ونتائج الحمد لله كانت كتير منيحة. الحمد لله ما في كان صعاب أبدا، الحمد لله. دائما التنظيم الجيد والمنظم اكيد بيطلع نتائج حلوه. خلينا نحكي عن المشاركات اليوم والحرف اللي استقبلتوها ضمن هذا المعرض. ما بقول لك، نحن المشاركات كانوا 25 سيده اجوا كلياتهم من المحافظات، التزمنا بهذا العدد بسبب مساحه محطه الحجاز. فكانوا من السويدة، وكان في عنا من طرطوس، من اللاذقيه، من دمشق، ومن ريفا، وكلياتهم قدموا منتوجاتهم اللي عرضناها بالبازار، وكانت كثير بدايه جيده ونتيجه موفقه، وما تعرضنا لصعاب ابدا الحمد لله، كان كل شيء منيح. اكيد يعني لما بنشوف هالنجاح او بخطوه النجاح دائما بنفكر بخطوه جايه تكون قد الثقه وقد الحمل واكثر. يعني ضمن هالنجاح اللي حققه المعرض اليوم الجمعيه، قديش عم تفكر بخطوه جايه، وقديش انه تنقل من دمشق نفس المعرض الى محافظات ثانيه؟ يمكن نحن كنا موجودين بال 2020 بالتكية السليمانية بسوق الميلاد، كمان كانت الشركة السورية للحرف نفس الغاية تبعها، دعم الحرفيين، وكان هذا المشروع بال 2020، وهلا عملنا هيدا البازار، والجاية لسه قريب كثير، يعني ان شاء الله هيك ترقبونا بشي جديد. إن شاء الله. دائما النجاح بجر نجاح إن شاء الله. وخاصة يعني دعم المرأة السورية يلي اليوم هي المعيلة، هي الأم، هي الحنان، هي العطاء، هي يعني مو نصف المجتمع، هي كل المجتمع تقريبا. خطوات كتير مهمة اليوم عم تندرس، عم تتنظم لحتى يمكن تصير على أرض الواقع. خلينا هيك نفوت بالعلاقات باختصاصك، ونحكي عن التنظيم، نحكي عن اختيار محطة الحجاز. أوكي هي كبيرة بس هي إلى شأن كتير مهم ونحكي كتير عن اختيار السيدات. أوكي، محطة الحجاز مثل ما شفتوا ديكوراتها الداخلية، الرسومات الموجودة فيها، الزجاج الملون، الخشب العتيق القديم، كلياته بيشبه روح تراثنا السوري العريق، وبيشبه روح المنتوجات اللي كانت موجودة.
فهذا عمل تناغم واضح وكتير كبير بين المنتوجات وبين المحطة، وكان في نجاح كتير كبير الحمد لله. وبالنسبة للسيدات اللي كانت مشاركين كانوا كتير مرتاحين، يعني كان كله متناغم مع بعضه، فالحمد لله كان نجاح يعني واضح. نعم، يعني مثل هيك معارض خلينا نحكي قديش مهم اليوم تكون موجودة، سواء كانت متخصصة أو متنوعة بدعم هدول الحرفيين. أكيد. وأيضا الأهم هو دعم كمان السيدات يلي مثل ما قالت ليا من شوي عم يلعبوا دور كتير كبير اليوم. أكيد بالنسبة للظروف اللي مرقنا فيها بهال 11 سنة، فكانت السيدة أكيد حست حالها أنه هي بتقدر تقدم وتعطي أكثر من المنصب اللي هي شاغرته، يعني وخصوصا بالأرياف السيدة بتقدر تكون داعمة إيد بإيد، منتجة للرجل حتى نقدر ندعم الاقتصاد الوطني، فهي دورها كتير أكبر بكتير من اللي هي شاغرته. أما بالنسبة لموضوع الحفاظ على الحرف التخصصي، المعارض التخصصية، هلأ غاية المعرض التخصصي كل معرض له غايته، إذا كانت غايته هي دعم الصناعات اليدوية فهو بيكون بيركز على هذا الموضوع، هذا الشيء بيعطي ثقافة أكثر للشخص أنه يقدر يتعرف على الحرف اللي عم تنتشر، وبنفس الوقت يقدر يعرف صعوبة آلية كل حرفة كيف عم تتصنع، بيقدر يقدر الحرف الموجودة قدامه، وكمان بنفس الوقت هذا بيكون تسويق كتير كتير مهم لإله إذا هو عنده منتوجات حابب إنه يعرف عنها، فهيدا المعرض التخصصي يعني مهم. نعم، خلينا لكن نحكي عن المنتوجات يلي كانت متواجدة بالمعرض، شو هي الهاند ميد اللي كان؟ تمام، هلأ مثلا كان عنا كل سيدة كانت عم تقدم من شيء بيشبهها شيء من المحافظات، مثلا كان عندنا الكروشيه، كان عندنا الزجاج الملون، كان عندنا سيدات عم بيقدموا اكلات هن عاملينها كثير طيبين، يعني بتدل على المنطقه اللي جايين منها، اكيد اللي هن جايين منها. كان في سيدات مثلا جايبين زيت الزيتون، كان في سيدات جايبين المريميه، جايبين المنتوجات، كل سيده كانت عم تشارك بالمنتوجات اللي هي جايبتها من اكيد ما عم تعبر من منطقتها لو بشيء بسيط، بس كان مشروع كثير متكامل يعني. نعم، خلينا نحكي عن مشاريع صغيرة بلشت يمكن من بيوت السيدات من ولا شيء، وشوي شوي عم تكبر هي المشاريع. أكيد. برأيك اليوم لشو بحاجة؟ أوكي، هلأ هيدي المشاريع هي بحاجة أكيد كلياتنا بنعرف دعم مادي بحاجة هي لإله، بس كمان هي بحاجة لإصرار وتصميم، يعني نحن ما فينا نبلش المشروع بنصه ونوقف المشروع، لازم يكون في دراسة استراتيجية لهذا المشروع، لازم نعرف أنه هذا المشروع اللي بدنا نبلش فيه شو الخطة الاستراتيجية تبعه، لوين هي بتوصل، للدعم المحلي لإلنا شو بتقدر تقدم، بعدين شو بنقدر نقدم كتصدير لهيك مشروع خارجي، بس بداية للدعم المحلي نحن بيهمنا أنه ندرس ونكون عارفانين الخطة الاستراتيجية لهذا المشروع. تمام، يارا هون خلينا نركز على نقطة، يمكن السوشيال ميديا مثل ما بيقولوا سلاح ذو حدين، أحيانا بيضر وأحيانا بيفيد. أكيد. ولكن مثل هيك مشاريع في بعض السيدات بتسوق لها سوشيال ميديا، بعض السيدات بتشارك بالبازارات اليوم. أكيد. ضمن المشاركة وضمن الجمعية السورية. أكيد. للحرف نحن كيف فينا نعطي للسيدات آلية ماركتينج هي تكون صح، تأمن لهم استمرار وحتى عند الفشل، أو يمكن في كثير من اللحظات بيوقف الشغل او موسم او كذا، كيف نحن فينا نرجع لهم هذا الشيء بمساعده مختصين؟ اكيد، هلا اول شغله نحن الشركه السوريه للحرفيه دائما هدفها الاول والاساسي هي حمايه الحرفيين والمتابعه ودعمهم. اوكي، فنحن بالاخير اول شيء الدعم المادي هو عم بيكون اكيد موجود، وثاني شيء الدعم المعنوي كمان عم بيكون اكيد موجود، فيعني هن بدهم يشتغلوا على مشاريعهم البسيطه براس مال بسيط. أوكي. وبالاخير الشركه السوريه هي عم بتكفي معهم بالدعم، يعني بده يكون هن عندهم اصرار وتصميم انه يكفوا هذا المشروع، ما فينا نوقفهم بالنص، فاكيد يعني انه نحن داعمين الاول والاخير، وبالاخير
يعني ان كان على السوشيال ميديا، ان كان بمشاركات أكيد بالبازارات، ان كان بمعارض، بالمية كلياتهم كلياتهم، لانه نحن كنا دائما موجودين ورح نكفي، وان شاء الله حتشوفوا شغلات جديده كمان موجوده. ان شاء الله يا رب. يعني دائما لما كنا نستقبل السيدات او الحرفيين من مختلف المجالات، اصعب مشكله لها كانت عندهم التسويق، او مو عارفين انهم دائما يصرفوا منتجاتهم، فاكيد انهم بايدي امينه. اكيد اكيد طبعا، اكيد مع السوريه بالحرف اكيد، وخصوصا وقت بيشاركوا بالبازارات او بالمعارض بهدول الشغلات، هم بيقدروا يعبروا عن منتجاتهم كلياتها اللي ما عليها ضوء. مثل ما قلتي، السوشيال ميديا هي سلاح ذو حدين، فبنفس الوقت انه في اشياء مانا يعني مانا ظاهره، وفي اشياء انه عم بتبين اكثر. فاكيد بالنسبه لنا نحن بالسورية للحرف، نحن اكيد نحن داعمين. بتعرفي هي غايتها الاساسيه الاولى والاساسيه هي دعم الحرفيين السوريين ودعم الهويه الثقافيه للحرف السوريه. تمام. يارا، لكل حدا عم يتابعنا حابب ينضم لجمعيه سوريه للحرف، حابب يقدم الحرفه اللي هو بينجح فيها، حابب يتعلم حرفه، اكيد انتم عندكم تشبيك مع جهات ثانيه، لكل حدا حابب يتعلم يمكن حرفه اكيد، لانه عم يعملوا عم هلا في تنسيق، اكيد عم بيقدموا دورات تعليميه لحرف معينه في تنظيم لإلون، يعني كل حرفه موجوده، خاصه الحرف اللي أكيد يمكن ما في غير شخص او شخصين بالشام 100%. فنحن عم نوسع هذا الموضوع، واكيد هلا في معارض، وفي غير المعارض في دورات تدريبيه حلو لكان لحتى يشاركوا ويكونوا يتعلموا هذه الحرفه. اكيد هلا هن حسب هن شو عندهم، يعني بيقدموا على السي في اكيد، وبيقدموا هن شو مشتغلين، والجهات يعني بتابع هذا الموضوع، الجهات المعنيه باستقبال الشباب والصبايا اللي حابين يتطوروا ويساهموا بهدول الحرف. نحن معنا صبيه من السوريه للحرف، صبيه رندا كمان بتشتغل، الست رندا بتشتغل بالكروشيه، وحابه كمان تفرجيكم شوي. حتكون ضيفتنا هلا بعد شوي اكيد. اوكي اوكي تمام. اكيد رح تفرجينا حرف عديده وتحكي لنا الستوري تبعها لحتى تكون هي أكيد عبره لكل كثير قصه، يعني عبره مهمه لكل السيدات. يارا، يمكن مشاريع كثيره، معارض كثيره عم تقوم فيها جهات عديده، ولكن صح، الاستمراريه والمتابعه هي من اهم اهداف الجمعيه يلي نحن اليوم ركزنا عليها. خلينا نرجع هيك نحدد كيف فيهم اي حدا يتواصل معكم، وين المقر، كيف فيهم يقدموا لكم ايميل، فيسبوك، في رقم لحتى حابين هن ينضموا لكم، كيف؟ ايه اكيد، هلا الشركه السوريه للحرف هي موجوده بمسار، اوكي عن طريق المعرض. اوكي، هلا هن وقت اللي بدهم يقدموا بدهم يروحوا على الشركه، بدهم يعني اكيد في رقم تليفون، اكيد فيهم يتواصلوا مع الاشخاص المعنيين، بس هيدا شيء يعني بالشركه السوريه للحرف. تمام. مو عندي يعني. نحكي عن الخطط المستقبليه اللي رح تكون، او المشاريع الجديده اللي عم تحضروا لها. هلا في كثير خطط ان شاء الله بتشوفوه عن قريب كثير، ونحن بالاساس دائما هدفنا وغايتنا الاساسيه هي كانت مثل ما قلنا دعم الحرفيين السوريين وحمايه الهويه الثقافيه للحرف السوريه. واكيد انتم بتعرفوا انه سيادتها وقت اللي اجت على المعرض كانت يعني كان في طاقه كثير كبيره، وكانت طاقه من اول ما فاتت حلوه من لحظه دخولها لوقت ما طلعت ولهلا. سيادتها هي الداعم الاول والاساسي من اول ما تاسست الشركه ولهلا ولبعدين، بتدعم كل المشاريع اللي هي بتهدف لحمايه الهويه الثقافيه السوريه وحمايه الحرف السوريه اللي هي ما تنسب لبلدان ثانيه، اللي هي تنسب فقط لإلنا لانه هي بالاساس هي سوريه. تمام. يارا عبود، مديره العلاقات حبيبتي العامه في السوريه للحرف، بدنا نشكرك كثير. شكركم على شكرا عزيزتنا. موفقين بكل خطواتكم. شكرا لك حبيبتي. شكرا شكرا كثير لك، واكيد اهلا وسهلا فيكي. خليكي مرتاحه، واكيد رح ننتقل ليا لمحطه جديده، ورح نروح فيها لدير الزور، حيث اقامت محافظه دير الزور احتفالية تضمنت تنفيذ عدد من الأنشطة وتكريم عدد من النساء الفاعلات المتميزات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. التفاصيل مع مراسلنا في دير الزور إبراهيم الضللي. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أقامت محافظة دير الزور احتفالية
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أقامت محافظة دير الزور احتفالية تضمنت تنفيذ عدد من الأنشطة وتكريم عدد من النساء الفاعلات والمتميزات. مجموعة من العروض التقديمية والتعريفية بأهمية هذا اليوم، وإضافة لأن المحافظة عملت مجموعات نقاش مركزة لتقف على احتياجات ومشكلات المرأة في المحافظة، وكانت هذه الجلسات في ثلاث مناطق بالميادين والبوكمال ودير الزور، وعملنا تحليل لهذه الجلسات ووقفنا على مجموعة من النتائج والمقترحات، إضافة إلى معارض قاموا فيها النساء من إنتاجهم ومن عملهم. احنا بمناسبة يوم المرأة مشاركين بهذا المعرض لنعرف على منتجات المرأة المعيلة المعاقة. معرض للصور تعبر عن جهود المرأة بالمجتمع والمعاناة اللي تقوم بها المرأة كمان بالريف. مشاركين بأعمال يدوية بمناسبة عيد المرأة العالمي، منسوجات عبارة عن منسوجات وأقمشة للخياطة. طبعا يوم المرأة هو مو بس اليوم، هو كل أيام السنة، هي الأم والزوجة والأخت والابنة، وهي مو بس نص المجتمع، أحيانا تكون أكثر، هي اللي وقفت بهالأزمة وأثبتت أنه هي قد حالها، فإحنا نحتفل بها ونقول إن شاء الله تكون المرأة مثل ما عهدناها، هي السند وهي البيت وهي الربيع وهي كل أعياد. وتهدف هذه الأنشطة لتمكين المرأة والاحتفال بها وتعزيز دورها في المجتمع. للإخبارية السورية براهيم الظلي، دير الزور. ومتابعينا أكيد بصباحنا وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة، رح نروح مع الصناعات اليدوية وفن الكروشيه. هيدا الفن يلي يعد شكل من أشكال الحياكة يلي بتم باستخدام سنارة خاصة فيها. رح نحكي عن هالحرفة، عن هالمشروع الصغير اللي شوي شوي رح يصير عالمي مع السيدة رندا القلفي. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا قلبي. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. عم نحكي عن الكروشيه، خلينا اول شيء نتعرف على هذا الفن معك وبعدين نفوت على موهبه. تمام. هلا الكروشيه هو فن حياكه الخيط مع بادوات بسيطه، فهي بالخيط مع السناره ممكن نحن نعمل منتجات كثير حلوه فيه، وهو يعني متوارث يعني من جيل لجيل وتعلمنا الكروشيه هذا. تمام. لكن هيك خلينا نحكي يوم معنا سنارات كثيره. انت بتشتغلي بسناره وحده صح؟ تمام تمام. عندنا انواع كثيره لكل قطبه لها سناره. بتحبي مو لكل قطبه، عفوا لكل خيط. خيط بالضبط. شفتي اني بعرف لكل خيط. خلينا لكن نحكي هلا في نحن اذا بدك نشتغل فيه على الهواء. هلا ممكن نحن لكل خيط له نوع سناره الخاص فيه، بس الخيط الرفيع بناخذ له سناره رفيعه، وحتى الخيط السميك بنشتغل فيه كمان سناره، اللي بهن بيجوا الاسماك الشيء. والانواع الخيوط كثيره، القطن مثلا، الحرير، الخيوط الكليم هلا اللي ضايعه. هلا هي شو؟ هي مخده بيبي. هي بشو مشغوله؟ مشغوله بخيط القطن. المعي الدارسه تمام. قديش اخذ الشغل معك؟ هلا يعني على حسب الايد اللي بتشتغل، ف اللي بتعرف تشتغل من قبل فبتاخذ شغله يومين ثلاثه ممكن انه تخلص. وهي مشغول كل شيء لحال يعني؟ طبعا هذا مشغول لحال. كل شيء لحال وموصولين بالضبط. فهو اللي وقت بشتغلها بحس حالي عم برسم، معني ماني شاطره بالرسم. لا كثير حلوين. كمان يعني رندا خلينا نحكي ايمت بلشتي من قبل قلتي لي بالزبط. ولكن خلينا نحكي هيك كيف طورتي حالك بالزبط. مع الموضه الجديده بالزبط. خلينا نقول تمام. هلا مثل ما حكيت انا الفن الكروشيه متوارث يعني انه من جيل لجيل، فأنا عندي ماما وخالته بيشتغلوا. ماما بتشتغل تريكوت سنارتين والكروشيه خالته، فتعلمت منهم ومع الاستمرار انه صرت اتعلم وطور حالي، ودخلت ادخل على النت مثلا، اشترك بصفحات، افتح يوتيوب، طورت حالي لحد ما وصلت لعائلتي الثانيه اللي هي الحرف، الشركه السوريه للحرف. فهنيك لقيت مكاني انا، يعني حسيت حالي انا لقيت مكاني اللي انا بدي اياه، وهنيك انتقلت موهبتي اكثر وصار عندي تقنيه وتكنيك اكثر، وصلت للحرفيه الحمد لله. ولا انا هنيك مشرفه ومدربه.
ها حلو، يعني نحن بلشنا كمنتسبين بعدين طورنا صرنا عم نشرف على سيدات ثانيه. بالضبط تمام. يعني بنشوف ليال قديش في حرفيه وفي رتابه بالشغل وأناقة. ايه تمام. هون كمان سله معلبه. ايه هي سله ممكن تكون لبيبي وممكن نحن نعمل اكثر من موديل حتى هلا على الايستر قرنا فينا نحط بقلبها على البيت بعيد الفصح. الافكار من وين بتجيبيها؟ يعني انت بنشوف الرسمات اللي بتشتغليهم هن حديثين نوعا ما، يعني بلبوا الاذواق اللي عم تكون هلا حاليا، من وين بتجيب الافكار؟ هلا هو في عنا نحن بالشركه مهندسين هم بيطلعوا الموديلات ونحن بننفذها، وغير انه الواحد بده يشتغل لحاله كمان بشوف النت وبشوف شو اللي جديد شو النازل الجديد الخيوط شو الجديد فيها الالوان هيك ممكن انه يبدا الشيء اللي بده يعمله. نعم. رندا فينا نشوف شيء شغل على الهواء حابه تفرجينا اياه بالخيط رفيع ولا سميك؟ خلينا سميك. نجرب بالسميك. هو هذا اللي بنشغل فيه السلال مثلا لانه قاسي صح؟ لانه قاسي تماما. هو بكون سنارته كبيره وغرزه بتطلع. طيب رندا بعد ما تخلصي من هذا الخيط ما بتحطي بنشا او شيء مشان يضل لا ثابت؟ لا, لا هو هذا هو نوع. هيك انه هي حلاوته انه هو هذا هيك يعني بيطلع سميك وما بده اي شيء. شو اسمها شو يعني لا اسم هي العقده اللي عم تعمليها او هلا هي عقده البدايه هي غرز الكروشيه في لها اسماء المكنوزه والنص عمود والعمود وفي غرز كثير كمان ممكن الواحد يستخدمه. نعم خلينا نحكي عن التعليم، يعني قديش حلو اليوم تلاقي جيل جديد من الصبايا من الشباب حابين انهم يتعلموا كروشيه، حابين انه يعملوا اعاده تدوير لتياب لاساس عندهم بالبيت، كيف بنبلش مع هالشباب الصبايا لحتى يضلوا حابين المهنه؟ بالضبط بالضبط. هلا نحن بنعمل دورات احيانا. اوكي. بلشنا كنا باخر السنه الماضيه عملنا دورة مبتدئ وكثر ما انه السيدات حبوا القصه وهيك عملنا لهم كمان دورة متقدم وطلع منه شغلات كثير حلوه. ايه وانا بشجع انه يعني حتى لو ما بدك تمتهنيها هي القصه وتكون انه هي شيء يعطيك وارد مادي، هو لبيتك لزوجك لاولادك لحتى لانه بتدخل بالملابس بالحقائب ممكن نشتغل شيء لديكورات البيت. بالاضافه لهيك سلال مثلا العاب للاولاد، فكثير شغلات ممكن انه الواحد يتعلمها لحتى يفيد حاله قبل ما انه يكون مهنه لايده. صح. طب بده يتعلم كروشيه في اي حدا يعني مثلي انا ولي ما بنعرف ابدا فينا نقدر نتعلمها ولا؟ طبعا طبعا ما في شيء يعني ما حدا يعني هي ما في حدا بالضبط انه يعني كنا بنقدر نتعلم هذا يلا تمسكي هاتي لنشوف هاتي لجرب. فهي انه بدك انا بوقت بعلمه انه واحد اثنين ثلاثه فهيك بلشي من الاساسيات من الصفر يلا اعطيني لشو تجربي واحد اثنين هيك ايوه وثلاثه بهي وهي بنمسك القطعه اللي بدنا نشتغل فيها يعني هي اي تمام صح اي هلا بنلف الخيط على الابره ونطلع من الحلقه اللي موجوده هون. كيف ما رح اعرف بس قولي لي كيف هيك هلا طلعي من الحلقه هون. اوكي اوكي يلا كفوا الحلقه كفوا الحلقه فينا نعتبرها تجربه. لا انا اكيد والله صعبه كيف بتعملوا هيك؟ هلا هي من البدايه هلا عندنا كثير سيدات وقت بنبلش فيهم بكونوا ما بيعرفوا يمسكوا السناره حرفيا يعني بس من اول درس بتلاقيها مسكت السناره وايه انه خلص هي رح تشتغل قطع يعني حتى باخر نهايه الدوره بتلاقي سيدات عملوا قطع كامله يعني. طيب في سيدات اجوا لعندك ويعني خلص قلت لهم انتم صعب مستحيل تقدروا تتعلموا؟ هلا اللي مو حاببها هي شرط اساس لازم يكون عنده شغف وحاجه طبعا يعني انه تحبي انت الشغله اللي عم تعمليها بتبدعي فيها يعني واللي بيكون حابه انه يتعلمها اكيد يعني ما راح يقول لا انا ما راح اقدر. نعم ست رندا اكيد لك عديد من المشاركات بمعارض ببازار وايضا كنت مشاركه بعديد من المعارض لحتى تسوقي لبضاعتك لحتى تسوقي لهالمنتجات الحلوة بالإضافة يمكن لكتير أساليب كانت على السوشيال ميديا ولا من قبل الناس. خلينا نحكي عن أفكار التسويق كيف بلشت فيها بالضبط. وعن المشاركات. أي تمام. هلا كل ما إنه كان في مناسبة بتعرفي إنه بصير بازارات كتير هي وكل ما كان في فرصة إنه نحن نشارك بالبازارات بنشارك فيها. أوكي. فهي فرصة إنك يتعرفوا الناس عيد الأم
عيد المرأة، بالضبط، عيد الحب، تماماً، أي شيء تماماً، أي شيء، يعني نحن ممكن بأي مناسبة نعمل شيء خاص لهذا الشيء. فالوقت بصرنا فرصة نحن نشارك بالبازارات، نشارك حتى نعرف الناس أكثر على هي الحرفة وعلى جماليتها وقديش نحن ممكن نستفيد منها. وفرصة ثانية إنه نحن نسوق نحن الشيء اللي عم نشتغله ونطلعه. طيب شو هيك إذا بالختام ممكن حابة توجهي رسالة لكل سيدة حابة تبلش مشروع، كل ست يمكن حبت شاف حضرتنا وحبت تتعلم الكروشيه، شو بتعطيها نصيحة من خبرتك؟ أي أنا هلا بشجع أي حدا مهما كان، يعني كانت ست بيت ولا كان كبيرة ولا صغيرة، حتى يعني حتى شباب، يعني في أنا كثير شباب بيسألون ممكن نحن نتعلم هذا الشيء؟ طبعا نحن إيه والله ايه. فانا بشجعك اي حدا حابب يتعلم هاي، حتى لو ما مثل ما حكيت انه ما بده هو يمتهن، هو بس انه يعرف يشتغل فيها لحتى يساوي شيء لإله مثلا. يعني حتى وقت بدك تهدي هديه انت او هذا، حلوه تكون انت شغلتيها بايدك. ايه فمن باب المعرفه ليش لا، يخلي الكل يتعلم مهما كان شو ما هي. بنعرف بعرف كثير انه دكاتره مثلا ولا صيدله ولا هيك انت تبعوا دورات واشتغلوا فيها، بس انه لمجرد انه نحن نعرف هدول القصص. نعم ست رندا، لكل هيك حدا بينضم لك لحتى تعلميه، كيف بتحتضني كقلب ام كظروف صعبه نحن عم نعيش فيها؟ قديش يمكن فيها فشه خلق هيك بالضبط، هي بتعلم الصبر، تفرغ طاقه بالضبط، وبتعلم الصبر وهيك. بالعكس انا كثير بكون مبسوطه انه وقت بكون عم بعلم حدا وبحاول انه يحب هذا الشيء اللي هو اللي عم بيشتغله. ايه فالحمد لله يعني كل البنات اللي نحن علمناهم هيك ف يعني حسيتهم انه حبوا، عن جد حبوا هذا الشيء الحمد لله. هلا المعروف عن الكروشيه اكثر انه هو السيدات والفتيات بيميلوا له، شي مره اجاكي شاب حابب يتعلم الكروشيه؟ ايه في عندي انا اولاد اختي وهيك انه شباب، انه خالته ممكن انه تعلميني شو اعمل وشو ساوي فيها، حابب يتعلم. ايه فعلا يعني وقت بيكون ما بقول لك انه شيء حابب يتعلمه، ان كان شاب وان كان صبيه وهيك شو ما كان ممكن انه يشتغل فيه. نعم. تجارب كثيرة صارت بتعكس قديش المرأة السورية صاحبة إرادة، صاحبة عزم، صاحبة قلب كبير، ويمكن بأي مجال كان وبأي عمر هي بتبدع وبتقدر تكفي طريقة. اليوم قبل ما نختم هيك شو بتحبي توجهي رسالة لكل السيدات السوريات يلي مرقوا بظروف كتير صعبة؟ مرقنا بظروف كلنا صعبة، إن كانت الحرب، كورونا، ووضع اقتصادي صعب، قديش مهم إنه نبلش من الصفر، قديش مهم إنه نحن نكفي طريقنا ونكون معيلين وما نعتمد على حدا حتى لو شو ما صار. تماماً، فنحن يعني نقدر نعمل أي شيء، وحتى لو كان مهما كان عمرنا، مهما كانت ظروفنا، نحن بنقدر نبلش بأي وقت وبأي عمر نبلش نحن، حتى لو يعني بشغلات بسيطة. أوكي. مثل ما بتقولي إنه عندي مثلاً قطعة أنا قديمة ممكن فكها وأرجع بالضبط أرجع أشتغلها وأرجع أعملها، إن كان بدي أنا أستفيد منها مادية وإن كان إنه لعائلتي وأولادي. بالختام اكيد بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا السيده رندا، ولكل هي الطاقه الحلوه اللي مديتينا فيها. شكرا كثير لكم. شكرا، شكرا كثير، موفقه بشغلك اللي كثير حلو ونفسيتك الاحلى. شكرا كثير لكم. لهون مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه مشوارنا الصباحي، بدي اتمنى لكم بقيه نهار هيك تتوفقوا فيه بكل شيء بتريدوه، ونهاركم حلو ونهارك حلو يا نرمين. نهارك احلى ليا، شكرا كثير لك ولكل مشاهدينا. ان شاء الله يا رب حلقتنا لليوم بضيوفها ومواضيعها تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله يا رب السوريين وين ما كانوا يبقوا بألف خير. باي 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 باي. فيها ايامنا بتحلى وعليها الروح ما بتغلى، فيها ايامنا بتحلى وعليها الروح ما بتغلى، كلمات الاهلا وسهلا زرعوا فيها
بلدك يا خي تنعمرها ونزرع فيها يا بني ونكبرها ايدي وايدك يا خي تنعمرها ونزرع فيها يا بني ونكبرها وحياة جبال بلادي وشواطيها أكتر بكتير ونقشعها أحلى وأحلى وعالعالم صير بلادي حلوة وبتتحلى أكتر بكتير ونقشعها أحلى وأحلى وعالعالم صير إيمان وحب نزرعها ويكبر إيماننا معها إيمان وحب نزرعها ويكبر